أنا المقدم محمد نعيم أحمد التناري، معاون رئيس فرع الأمن الجنائي بحلب، رئيس قسم البحث. أنا المقدم هيثم عبد الحميد الحميد، مدير ناحية دوير رسلان، قيادة شرطة محافظة طرطوس. أنا الرائد زكريا مصطفى حاج حسين، معاون مدير منطقة رأس العين الحسكة. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعلن انشقاقنا عن وزارة الداخلية وانضمامنا إلى قيادة قوى الأمن الداخلي للثورة السورية لما يرتكبه النظام المجرم من جرائم بحق شعبنا الأعزل، وانحراف وزارة الداخلية عن مهامها الأساسية في حماية الأملاك والأعراض والمواطنين. لذا ندعو كافة الضباط وصف الضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي للانشقاق عن هذا النظام والالتحاق بركب الثورة السورية المجيدة. عاشت سوريا حرة أبية، والنصر لثورتنا.